السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وشكرا على المتابعة. وأحد المشاهدين طلب مني أن أقدم متسلسلة تايلور، عفوا ليس متسلسلة تايلور إنما متسلسلة جزء فوريه، متسلسلة فوريه. ويعني جوزيف فوريه هو عالم رياضيات فرنسي، توفي سنة 1830، توفي حوالي سنة 1830، وهو عالم رياضيات فرنسي. إذن متسلسلة فوريه، للتطرق إلى متسلسلة فوريه، ينبغي أن نعلم ما هي الدورية لي فونكسيون بيريوديك. إذا أكتب f دو x يساوي f دو x زائد t، f دو x زائد t. إذا كان إذا توفر هذا الشرط، فإن هذه الدالة يقال عنها أنها دالة دورية، باللغة الفرنسية فونكسيون بيريوديك، وباللغة الإنجليزية periodic function. ولا يمكن أن نتطرق إلى الدول الدورية إذا لم نتطرق إلى الدول المثلثية، لأن أبرز مثال على الدول الدورية هي الدول المثلثية. إذا يعني قال طلب منك الأستاذ يعني تعطيه مثال على دالة دورية، تعطيه دالة مثلثية، لأن الدول المثلثية هي دوال دورية. على سبيل المثال يعني الكوسينوس ديال x زائد 2 بي يساوي الكوسينوس 2 بي، الكوسينوس ديال x زائد 2 بي تساوي الكوسينوس ديال 2 x، ونفس الشيء بالنسبه للسينوس، ونفس الشيء بالنسبه للطنجونت، وهكذا. اذا 2 بي هو يعني دوره هذه الداله، 2 بي هو دوره هذه الداله، ولكن يعني سيتا بي، الكوسينوس ديال x زائد سيتا بي تساوي الكوسينوس ديال 2 x، ورغم ذلك سيتا بي ليست هي دورة هذه الدالة، لأنها ليست أصغر قيمة تحقق هذه المعادلة. أصغر قيمة تحقق هذه المعادلة هي 2 بي. إذن دالة الجيب التمام، ودالة الجيب والدول دالة الجيب والجيب التمام دورتهما هو 2 بي وليس هو سيتا بي. إذن جيد، يعني لتكن دالة دورية ننطلق من دالة دورية من أجل تعريف متسلسلة تايلور على هذه الدالة. إذن جيد، إذا غادي نكتبو f دو x تساوي سيجما ك من غادي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية سيتا بيتكونسيال دو بي اي x سور تي، دو بي اي x تي ك جيد. ما هو نص متسلسلة جوزيف فوري؟ يعني كيف يمكن أن نعبر لغة على متسلسلة فوري؟ متسلسلة فوري يمكن أن نعبر عنها كما يلي، يعني كل دالة دورية هي مجموع لعدد من الحدود، هذه الحدود هي دالة الجيب والجيب التمام. بتعبير آخر f دو x سيجما ديال اكا كوسينوس دو بي سور تي كا بلس بكا سينوس دو بي ك سور تي اكس، هنا كاين واحد اكس. اذا هنا عندنا 2 بي اي اكس ك، هنا عندنا 2 بي اكس ك على تي، هنا الاي ما كاينش هنايا، لان احنا عندنا داله يعني اف هي داله حقيقيه، داله حقيقيه، وناخذ يعني سيكا سيكا تساوي ا كا زائد اي
بكاف سكا يساوي اكا زائد اي بكا. اذا لا يمكن يعني انني نعطيك هذه المعادله تقبلها ونعطيك هذه المعادله تقبلها ونعطيك هذه المعادله تقبلها، ما يمكنش يعني. يعني اعطيتك هذه المعادله جيد، اعطيتك هذه المعادله جيد، ولكن هذه المعادله خصنا نوصلوا لها. يعني هذه المعادله لا يمكن ان نتقبلها بهذا الشكل. يعني من اجل ان نصل الى هذه المعادله يكفي ان ناخذ هذه المعادله اللي عندنا هنايا ونعوض سكا بقيمته وننشر. اذا هذه المعادله هذه ما نقدرش نكتبها يعني بهذا الشكل البسيط. ساحاول ان اصل اليها، ويعني اذكر بان اف هي داله حقيقيه، داله حقيقيه، قيم داله اف هي اعداد حقيقيه. ويعني كما قلت اعيد يعني تعريف لمتسلسله جوزيف فوريه. جوزيف فوريه كتقول بان اي داله دوريه، يعني الشرط يعني تكون انها داله دوريه، يمكن ان تكتب على تاليفه لدالتين هما دالة الجيب ودالة الجيب التمام، ولكن يعني بقيم مختلفة للمدخل لدالة الجيب التمام، وبقيم مختلفة لدالة الجيب. القيم اللي كنعطيوها لدالة الجيب ودالة الجيب التمام هو 2 بي كا اكس على تي، 2 بي كا اكس على تي، هي نفس اللي عندي موجودة هنايا 2 بي كا اكس على تي، ولكن الاي هو الجزء التخيلي، يعني اي اس تان يساوي ناقص واحد، هو الذي يعرف الاعداد الحقيقيه. اذا لا تدرس. لا اعتقد بان المتسلسلات فوريه تدرس في الثانوي، هي تدرس في الجامعه لا تدرس في الثانوي، لان على الاقل هي تتطلب الاعداد العقديه كما راينا يعني منذ قليل. اذا كما قلنا هذه المعادله ينبغي ان نبرهن عليها، سابرهن عليها بشكل بسيط، يعني ساعود السكه بقيمتها وسارى ماذا سيقع. كتعطينا سيجما على ك اكا زائد تي بكا نضربها في كوسينوس 2 بي اكس كا 2 بي اكس كا على تي زائد اي سينوس، هي نفس الكمية اللي موجودة هنا. جيد. اذا جيد، يعني من الممكن يعني اننا نتحقق من ان هذه الداله هي فعلا داله دوريه. يكفي ان نعوض اكس بقيمه اكس زائد تي وسنجد بانها قيمه، سنجد بانها داله دوريه. جيد، واصل يعني الحساب هنا، عندي يعني اكا مضروبه في كوسينوس ديال الكميه هذه ناقص بكا مضروبه في سينوس ديال هذه الكميه اللي عندي موجوده هنا. اذا جيد، عندي واحد ناقص، يعني ربما يعني كان واحد الخطا يعني صغير عندي هنايا. هذه بالنسبه الجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي، لان اكا عدد حقيقي، اكا هو الجزء الحقيقي. اذا اكا مضروبه في كوسينوس زائد بكا مضروبه في سينوس، اكا مضروبه في الكوسينوس زائد بكا مضروبه في سينوس، ولكن بما ان اي فوا اي تساوي ناقص واحد، اذا هنا عندي واحد ناقص زائد اي، يبقى الجزء التخيلي، الجزء التخيلي هو اكا مضروب في سينوس زائد بكا مضروب في الكوسينوس ديال 2 بي اكس كا على تي، ولكن الجزء التخيلي لا يهمنا لان اف هي داله حقيقيه كما قلت، يعني اف هي داله حقيقيه. اذا هذه المعادله اللي كنا غادي نوصلوا لها وصلنا يعني وصلنا لها، ولكن كاين واحد الفرق، يعني واحد الخطا صغير، يعني غادي نعوضه هنايا، هناك خطا صغير. الى عوضنا هنا بناقص، الى عوضنا هنا بناقص، هنا غادي تعوضنا بناقص، ما غادي تعوض هنا بناقص، تعطينا هنايا اكا مضروبه في كوسينوس زائد بكا مضروبه في سينوس. اذا جيد، يكفي ان ناخذ هذه المعادله وهذه المعادله، تعطيني هذه المعادله. السؤال الذي يعني بقي ان يطرح، يعني كيف يمكن ان نحسبها الاكا
وبيكا كيفاش غادي نديرو نحسبوهم؟ كيفاش غادي نديرو نحسبوهم؟ هذا هو الموضوع الذي بقي في الفيديو، يعني كيفاش غادي نديرو نحسبو هاد اكا وكيفاش غادي نديرو نحسبو هاد بيكا. يبقوا معنا. هناك معادلة يعني جد جميل، يعني جميلة، يعني برهان موجود في، أنا أخذته من، مع الأسف يعني كما قلت يعني لم أبرر عليه بنفسي، ولكنني أخذته من ويكيبيديا الفرنسية. زي هذه f دو x تساوي سيجما ك يختلف عن n سيكا اكسبونونسيال 2 بي اكس ك اي على تي زائد يختلف على ان واحد ان زائد زائد سي ان اكسبونونسيال 2 بي اكس ك ان ان اي 2 بي اكس ان اي على تي. يعني هذه يعني بسيطه، يعني هذه ك يختلف من ناقص ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه. اذا حنا غادي نكتبوه، يعني غادي نعزلهم يعني على جزئين. الجزء الاول حين يكون يختلف ك يختلف عن ان، والجزء الثاني حين ك يساوي ان. هذا هو الجزء الاول وهذا هو الجزء الثاني. اذا نضربوا كامل هذا الشيء في مقلوب هذا العدد، نضرب هذا الشيء كامل في مقلوب هذا العدد. غادي تعطيني الاكسبونسيال ناقص 2 بي اكس ان اي على تي مضروبه في اف دو اكس تساوي سي ان زائد هذه كتبتو زائد سيجما على ك يختلف على ان سيكا اكسبونسيال 2 بي اكس اي على دي مضروب في ان ناقص مضروب في ك ناقص ان نضرب في ك ناقص ان. اذا هنا لان هنا عندي ك، هنا عندي ك، ولكن انا ضربت في ناقص ان، اذا هنا عندي ك ناقص ان. جيد. اذا هذه المعادله التي ستمكنني من الاقتراب من، يعني المعادله التي ستمكنني من الاقتراب من حساب سي ان، لان الهدف من هذه العمليه هو حساب سي ان. كيفاش غادي ندير نحسب سي ان؟ اذا جيد، يكفي ان انظر الى هذه المعادله بشكل، سانظر الى هذه المعادله بشكل جيد، يعني غادي نزيد عليها تكامل، نزيد عليها تكامل. غادي تعطيني f دو x اكسبونسيال موان دو بي x n موان دو بي x n i على t d دو x تساوي تكامل على c n على t زائد تكامل زائد سيجما سيكا تكامل على t الاكسبونسيال 2 بي. هذه غادي نكتبها على شكل، غادي نكتبها على شكل الكوسينوس زائد سينوس، نكتبها على شكل الكوسينوس زائد سينوس. كوسينوس 2 بي اكس 2 بي اكس على تي ك ناقص ان زائد اي اذا قلنا بان سيكا التكامل زائد اي زائد اي سينوس سيكا 2 بي اكس اي على تي سينوس ديال 2 بي اكس على تي 2 بي اكس على تي 2 بي اكس على تي كارتس ان واصل. اذا هذه كتعطيني، هذه كتساوي تي
يعني اشتهوا تكامل، التكامل الذي انا بصدد حسابه هو هذا التكامل. يعني على سبيل المثال هو تكامل في دورة من دورة من دورات هذه الدالة. على سبيل المثال يعني هنا نقدر نكتب ناقص تي على اثنان حتى تي على اثنان، تي هي دورة هذه الدالة. جيد، اذا هذه غادي تعطيني تي تي فوس ان زائد، اذا احنا غادي نحسبوا هذا، غادي غادي نحسبوا هذا، سنحسبوا هذا التكامل هذا زائد هذا التكامل هذا، هذا يساوي صفر، يساوي صفر. اذا نفترض بانه يساوي صفر، سأبرهن عليها بانه يساوي صفر بعد لحظات. اذا هذه كتساوي التكامل على تي ديال اف دو اكس الاكسبونسيال موان دو بي اكس دو بي اكس ان اي على تي. اذا هذا سي ان يساوي واحد على تي هذا التكامل قلنا سيساوي الصفر. احنا غادي سنواصل يعني مع هذه الصيغه، وسننظر سنشاهد يعني سيمكننا ذلك من حساب ان و بي ان. جيد، اذا هذه كتساوي واحد على تي اف دو اكس واحد على تي تكامل اف دو اكس الكوسينوس ناقص دالة زوجية اثنان بي اكس ان اثنان بي اكس اثنان بي اكس ان على تي زائد اي سينوس ديال نفس الكمية، نفس الكمية. اذا سان نحن نعلم يعني كم تساوي سأن نعلم، ما بغيتش نمحي هذا الكيمياء هذه لان يعني في اخر يعني ينبغي ان نبرهن على انها تساوي صفر، مازال ما برهناش على انها تساوي صفر. اذا سأن يساوي غادي ناخذ الجزء الحقيقي من هذه المعادله، هذا الجزء التخيلي. اذا الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي. اذا ارك يساوي واحد على تي هكا يساوي واحد على تي تكامل على تي اف دو اكس اف دو اكس والكوسينوس اثنان بي اكس ان على تي. بالنسبة للناقص بيكا إذا أكا، لأن الجزء الحقيقي تذكر معي بأن الجزء الحقيقي لسي إن هو أكا، إذا إحنا غادي نسوي غادي نلقاو الجزء الحقيقي، إذا إف دو إكس والكوسينوس. وبالنسبة للجزء التخيلي هو ناقص بيكا، ناقص بيكا، علما بأن هنا عندي واحد ناقص، عندي واحد ناقص اللي كاين هنا، كاين هنا. إذا هذا الناقص اللي هنايا غادي يخرج هنا، غادي يخرج هنا وتولي هنايا عندي زائد، لان داله كما يعني يعلم الجميع داله الجيب هي داله فرضيه، داله الجيب لوسينوس هي داله فرضيه. اذا جيد، يعني يكفي ان نكتب ناقص بيكا تساوي ناقص واحد على تي ناقص واحد على تي اف دو اكس سينوس اثنان بي x n على t. جيد، اذا ناقص اللي عندي موجود هنايا يمشي مع هذا. اذا تمكنا من حساب، تمكنا من حساب يعني الدوال التي المعاملات التي تمكننا من الحصول على متسلسله فوريه بالنسبه لداله ما. يعني يكفي ان نحسب من اجل ان نجد هذه المعاملات، يكفي ان نحسب تكامل هذه الداله مضروبه في دالة الجيب تماما، وبعد ذلك نحسب يعني هذه الدالة مضروبة في دالة الجيب. إذا بقي في الفيديو حتى لا أطيل عليكم يعني مثال رأسا نشاهده في الفيديو المقبل
حتى لا أضيع عليكم بقية البرهان. لماذا هذا التكامل يساوي صفر؟ التكامل يساوي صفر، ماشي صعيبة باش نبرهنوا على التكامل يساوي صفر. ومن بعد إذا التكامل على تي غادي نبداو مثلا بالنسبة للكوسينوس، الكوسينوس دو بي إكس على تي في ك ناقص إن يساوي، شكون هي الدالة؟ من هي الدالة التي يعني المشتق ديالها؟ المشتق هو دالة الجيب التمام، هي بطبيعة الحال دالة الجيب. إذا كتعطيني سينوس يبناني بي إكس، يبناني بي إكس على تي ك ناقص إن مقسومة على نفس الكمية اللي عندي موجودة هنايا، اثنان بي إكس على تي مضروبة في ك ناقص إن. هذه محسوب من تي على اثنان من احتيال ناقص تي على اثنان. إذا غادي نعوضوا هذه، نعوضوا هذه بـ إكس بالقيمة ديالها بالنسبة لتي على اثنان، غادي نعوضوا إكس بالقيمة ديالها، غادي تعطيني السينوس اثنان بي على تي مضروبة في تي على اثنان في ك ناقص إن تساوي سينوس تي تختزل، بي لا تختزل، لا تختزل تي تختزل، اثنان تختزل تعطينا بي ك ناقص إن تساوي صفر، تساوي صفر. ونفس الشيء بالنسبة لناقص تي على اثنان، ونفس الشيء بالنسبة لدالة الجيب التمام يعني الجزء الثاني من التكامل، وهذا يعني بأن هذه الكمية تساوي صفر. هذا يعني هذا هو المحتوى محتوى الفيديو، يعني أنهينا الفيديو، سأكتب يعني فقط أكتب الملخص، وفي المثال يعني الفيديو المقبل سأعطي مثالا على دالة على متسلسلة جوزيف فوريه. f دو x تساوي سيجما على ك ك كوسينوس اثنان بي x على ت ك زائد بي ك سينوس نفس الكمية اللي موجودة هنا، هي نفس اللي موجودة هنا. هذا هو يعني هذه هي متسلسلة، يعني جوزيف فوريه. وكيفاش غادي ندير نحسبوا اكا، كيفاش غادي ندير نحسبوا بيكا؟ يعني اكا ساكتبوها مرة، ساكتبوها من جديد، تساوي تكا واحد على تي، واحد على تي تكامل على تي اف دو اكس كوسينوس اثنان بي إكس إن اثنان بي إكس، هنا ماشي أكا، هنا اثنان بي إكس إن على تي بي إن تساوي واحد على تي تكامل f دو x سينوس اثنان بي x n على t. هذا هو الملخص، يعني الملخص لمتسلسلات جوزيف فوريه. اذا كانت عندنا دالة دورية، فانها تكتب على هذا الشكل، يعني هي مجموع لتأليفة مكونة من الدوال الجيب والجيب التمام، والمداخل تختلف، المداخل تختلف، يعني هالكا اللي عندي هنا هو اللي كيعرف، هو الذي يعرف تلك المتسلسلة. ومن أجل حساب تلك المعاملات، يعني بما أن هناك تأليف إذن هناك معاملات، هذه المعاملات اللي موجودة هنا عند دالة الجيب واللي موجودة هنا عند دالة الجيب، الجيب والجيب التمام تحسب بحساب هذا التكامل، تحسب بحساب هذا التكامل واحد على تي ف ت اف دو اكس كوسينوس دو بي اكس سير دو بي اكس ان على تي. هنا عندنا تي على سبيل المثال، يعني نقدروا نكتبوا هذه الكتابه هذه ناقص تي على 2 الى حدود تي على 2.
جيد، هذا ينهي الفيديو وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وترقبوا الفيديو المقبل إن شاء الله الذي سأتطرق فيه إلى سن المنشار أو أسنان المنشار، توث ساو توث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.